هذه الشيلة مهداه من العمة بدرية إلى ابنتها الغالية وسام بمناسبة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات. نادر بانتسم مظل معاني له من اسمه نصب قسمه حصري والوسم لاسمه على استديوهات نجمة الليل نجمة تخرج بهية والحقوق حققت أعلى مثالي والمحامة تباهت محتفية يا وسام الجمل بيضة تلالي كان ينبيع حلوة وهي ندية قمة الذوق حصري خصال رقة الحس على استديوهات نجمة الليل الوسام أنجزت فخر الفعالي صبرت وأنجزت رتبة عالية يا أبو عبد العزيز نلت المعالي فالوسام بالنجاح أغلى هدية وانت لأمك سماها والهلالي يا وسام الحلم حصري على استديوهات نجمة الليل اسهرت وابسطت مهجة حنية أم عبد العزيز أم الفضال سندي وافرحي فرحة هنية وبعيون عمتك رمز الدلاء يا وسام حصري بنجاحك محتفي على استديوهات نجمة الليل بلا عوالي اتباقي بوسام يهدي التحية باركوا 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 يا الحضور اهدوا التهاني وانثروا عطر الورود الشذية باركوا يا الحضور اهدوا التهاني وانثروا عطر الورود على استديوهات نجمة الليل على استديوهات نجمة الليل تخرج بهية والحقوق حققت أعلى مثالي والمحاماة تباهت محتفية يا وسام الجمل بيضة تلالي كان ينبيع حلوة وهي ندية قمة الذوق فارق الخصال رقة الحس على استديوهات نجمة الليل الوسام أنجزت فخر الفعالي صبرت وأنجزت رتبة عالية عبد العزيز نلت المعالي فالوسام بالنجاح أغلى هدية وانت لأمك سماها والهلال حصري يا وسام أفضل ودنيا على استديوهات نجمة الليل اللي جابت وربت بالليالي اسهرت وابسطت مهجة حنية أم عبد العزيز أم الفضال سندي وافرحي فرحة هنية وبعيون عمتك رمز الدلاء يا وسام نجاح حصري على استديوهات نجمة الليل اتباهي بوسم ويهدي التحية باركوا 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 يا الحضور اهدوا التهاني وانثروا عطر الورود الشذية باركوا يا الحضور اهدوا التهاني وانثروا عطر الورود الشذية الاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات.